I don't know what
اهلا وسهلا حبيبي، كيفكم يا حلوين؟ كيف احوالكم؟ ان شاء الله كلكم تكونوا بالف خير وصحه وعافيه يا رب. هنعمل اليوم قراءتكم بالنسبه لبرج الحمل، شمسي وصاعد وقمري وفينس ساينز. هنشوف شو في لك يا برج الحمل بشهر نوفمبر، اي شيء طلع معي على الصعيد العملي اكيد حاذكره. هي قراءه اكثر حتكون عن الصعيد العاطفي، ولكن لو تعرفوا لو اي شيء ظهر معي على الصعيد العملي، الصعيد الصحي، اي معلومة زايدة انا حاقولها. طبعا القراءة عامة مو حتنطبق مع الجميع، اكيد اللي بده قراءة خاصة فيه تواصل معي على صفحتي بالفيسبوك تاروتي الملائكة. يلا اوكي. في شغل يا برج الحمل، في شغل عم تشتغل كثير يا برج الحمل، ما شاء الله في اموال داخلة عندك يا برج الحمل. طيب هاي طاقتك هون يا برج الحمل اللي هي Justice and the Ten of Wands. اوكي برج الحمل، الرسالة اللي عندك هون، اذا ما بدك تسمع شيء او ما بدك تسمع حدا ما تسمعه، تمام؟ اذا في حدا عم بيحاول يجبرك على امور معينة او بيحاول يخليك بالعافية تنصاع على امر معين، لا انت ابدا مش مجبور، انت لك كافة الحرية اوكي تعمل اللي بدك اياه وبالوقت اللي انت بدك اياه، مو حدا حتى يجبرك مثلا لانه هو زوج او لانك انت في رباط زوجية او انت خايف انه هذا الشخص ما يكمل معك او يتركك ويروح يتزوج حدا ثاني. عم شوف انه في مشاكل كثيرة حدثت بينك وبين هذا الشخص، كانت بالنسبة اختبار للصبر تبعكم، اوكي اختبار لمدى قوة العلاقة بينك وبين هذا الشخص، اختبار لوين اتجاه العلاقة رايح، لانه عندك هون الايت اوف بنتيكلز اللي هي يا هل ترى علاقتنا قوية انف كهالشبكة، يا هل ترى علاقتنا حدوم. لكن بالرغم من انه هالمشاكل اللي حتجرى او اللي صارت بينك وبين هذا الشخص، هذا الشخص كان ما بينفك انه يزعجك او بيحاول استفزازك او انه يثير غضبك. هذا شخص ما عنده طريقة حوار ملائمة، ما بيعرف يطلب الاشي اللي بده اياه بطريقة كويسة، ما بيعرف يعني يتحاور. That's it. البعض منكم برج الحمل انت اوريدي مريت بعلاقة مثل هاي، انه حدا بيظلمك، انه حدا بيتعصب عليك، انه حدا دايما بيرمي الاغلاط كلها عليك انت، فانت ما بدك هون تعيد غلطات الماضي. عم شوفك انه انت تحكمت في نفسك، مريت بفترة هيلينج قبل هالعلاقة اللي انت فيها الان، والان عم بتحاول تعيش حياتك بفرح وسرور وسعادة لحتى توصل لمرحلة الويدينج، وحتى توصل زواجك لهالمرحلة اللي يكون فيها استقرار. اوكي لانه على الرغم من انه كل العمل الشاق اللي انت عم بتحاول تعمله مع كارت الجاستس ومع التانو فونز طريق طويلة، الحمل كله ثقيل عليك، لكن شخص ثاني كأنه ما عم بيحرك ساكن وكل اللي عم بيعمل وعم بيحاول انه يستفزك فقط. اوكي هذا على الصعيد هذا الشخص اللي انت معه. ممكن هذا الشخص بينتقد طريقة لبسك، بينتقد طريقة اكلك، بينتقد طريقة عفويتك في الكلام، وهذا الشيء بيزعجك، بتحسه كأنه بينتقص من شخصيتك انت كحمل، تمام؟ فلو انت بتحبني تقبلني زي ما انا بروحي الفكاهية بحسي بحبي بانا اللي انا بكون على طريقتي، تمام؟ فعم شوفك انه انت بتتنازل كثير يا برج الحمل، حتى ما بتعمل مشاكل او حتى ما تسوي خناقات مع هذا الشخص. دايما لما تشوف الوضع قلب على خناقة او قلب على مشكلة حتتحول لخناقة، فانت على طول بترمي حس الفكاهة، يعني لا انا ما قصدي اقول هيك، فانا هالطاقة عندي كثير محمو هون. وبعدين انت مثلا الحمل اللي انت حسيت به بتخليه جوات قلبك ما بتطلعه،
فما تخلي حدا انه يستفزك يا برج الحمل، انت مو لعبة. اوكي، كمان قبل ما راح اروح هون، برج الحمل للبعض منكم عم شوف انه حتكون شوي في مشاكل بالشغل للبعض مع زملاء الشغل. للبعض منكم ممكن انت عم تتأخر على شغلك، البعض منكم مو منتظم في مواعيدك، على البعض منكم في عيون بالشغل، ناس بالشغل حاطين عليكم عيونهم. كأنه ليش مثلا اظن انه انت مع اصحابك بالشغل في فئة معينة انتم متفاهمين، انه انت اذا تأخرت او انت اذا صار معك ظرف هم يغطون عليك، لكن الشخص الثاني مو متفهم هذا الامر. في شخص عم بيحاول انه يحيك لك مكيدة، او يحاول انه يرفع عنك تقرير، او يحاول انه يعمل لك مشكلة بالشغل، فحاول انك تتفادى هذا الشيء. كمان للبعض منكم من برج الحمل عم شوف هذا الشهر ممكن يصير معك عطل بالسيارة على الطريق، وتضطر انه انت تتأخر على شغل. وحتى لما انت تقدم مثلا انه انت تأخرت عشان السيارة تبعك ما مشت او صار فيها عطل، فما حيصدقوك لانه انت اوريدي استعملت هذا العذر قبل كذا. فانا بحذرك وعم بنصحك في هذا الشيء، لانه كمان انت الجانب العملي مهم جدا لك، خاصة لو انتم متزوجين، فعم شوفكم انه انتم متشاركين المسؤوليات بالنصف. يعني هذا الشخص ما عم بيتحمل مسؤولية، فانت او هو كلكم عم تتحملوا كل المصاريف الكبيرة، تمام؟ وهذا الشخص يعني يدور على اي طريقة لحتى لما يلاقيك سعيد هيك يقلب لك سعادتك حزن. فهمتوا علي؟ سوري. فلما هذا الشخص بيحاول يلاقي اي طريقة لحتى يقلب لك سعادتك حزن، فحاولوا انكم ما تعطوه الفرصة ابدا يا برج الحمل. البعض منكم برج الحمل في دعوة صريحة الك هون من الكروت، ما تخليه يحاسبك حتى لو انت هالفلوس فلوسك، لاني عم شوفك هون في عندك يعني مركز شغل محترم مرموق. ممكن يكون هذا اب على فكرة، مو ممكن يكون شريك، خاصة في الوضع المالي ممكن يكون حدا من عيلتك عم بيحاسبك على كل فلس او كل مليم، تمام؟ خاصة انه انت هذا شغلك، عم شوف اكثر شيء طاقة الشغل عندي هون كثير كبيرة، انه شغلك هون بيكون بعيد عنك. اوكي، يعني البعض منكم ممكن حتى انه يضطر انه يعني الصباح ينهض باكرا جدا قبل ما تشرق الشمس ويروح على هالشغل. يعني وبعدين كل هالتعب يعني ما فيك تشتري او فيك تدلع حالك بشوية اشياء، شغل 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 وطمع. يعني الطرف الثاني كأنه مسلط عليك كل شيء من دون رحمة ولا شفقة، فحاول ما تخليه يستفزك. كمان عم شوف للبعض منكم هون انه حتى يتفادى هالطاقة او على طول ماسك الموبايل وما عم بيحكي مع الشخص اللي مقابله، وهذا الامر حيزيد في المشكل. فبيقول لك لو انت بدك تتفادى هالمشاكل في الاشهر القادمة، واكيد ان شاء الله حتتفاداها، يعني فحاول انك ما تخليه يستفزك، ما تستسلم له لحتى يوصلك للمرحلة انه انت تعمل معه مشاكل او تنقطع عن الكلام ويدخلك في طاقة silent treatment، اللي هي طاقة انه ما يحكي معك ابدا ويخليك هيك زي المجنون ما عارف راسك من رجليك. اوكي، لانه انت بدك literally تعمل manifestation ل الهابي تشينج. بيقول لك كمان هون انت انسان كثير روحاني، انسان كثير فرح، انسان كثير مريت بتجارب، ما اكيد ما حتخلي غلطات الماضي تعيد نفسها بالنسبة لك. انت كلك امل في هذا الشخص انه يتزوجك، او كلك امل في هذا الشخص انه يكمل معاك. هي روحك الحلوة وروحك المداعبة وروح الضحك هي اللي بتميز شخصيتك او بتوسم شخصيتك، فما تخلي نفسك تتخلى عن هاي الطاقة مشان اي احد مين ما كان يكون. clear your space، نظف نفسك، نظف حالك، نظف قصدي نظف نفسك روحيا من كل الطاقات اللي بتزعجك. صدقوني حبيبي والله ما بتستاهل، والله ما بتستاهل هون، لانه هالشخص عنده طاقة ما شاء الله، طاقة خناق رهيبة، طاقة خناق رهيبة انه يزعجك ويعكر مزاجك، فما تسمح له. يعني طاقته يعني
طاقته مو حلوة أبدا هذا الشخص. It's okay يعني زي ما خبرتكم تجلسوا لوحدكم شوي، كمان فيكم تعملوا طاقة الفونغ تشوي، نظفوا المكان، فعلوا طاقة المكان لحتى الأمور تهدى شوي، أو لحتى الصريخ أو المشاكل تهدى شوي. أوكي يعني حتى أسلوب حوار وهذا الشخص يهدى شوي معكم. تمام، أتمنى حبيبي تكون هالقراءة عجبتكم. الأبراج الموجودة معي الميزان، العقرب، الحمل، والأبراج الترابية والعذراء بكثرة. فإن شاء الله بشوفكم في قراءة ثانية. باي باي.